اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطيه المباشره لمباراه نهضه بركان والوداد البيضاوي. اذا السفر لمثلي كان عنوانا لهذه الجوله الاولى. السحر في شوط اول بدون تسجيل، يمكن كان شوط متحرك، ايقاع كان سريع نوعا ما، خصوصا يعني في الدقائق الاولى من المباراه، رغم اننا ما شاهدناش يعني فرص كثيره، فرص حقيقيه او تهديد خطير لمرمي الفريقين. بالفعل كانت 45 دقيقه ما فيهاش الرحمه، ناريه بالنسبه للفريقين. قوه الوداد كانت دائما بعد تفاجئ النهضه البركانيه، ولكن النهضه البركانيه بهذاك التنظيم الدفاعي الجيد والتغطيه الممتازه ما خلاتش هذوك الجمل التكتيكيه اللي ممكن ترجمهم الوداد الاهداف. شفنا 45 دقيقه تقريبا ربع ساعه والوداد ضغط باكثر من سبع لاعبين، فكنظن ان كان شيئا ما فريق النهضه البركانيه مركز بشكل كبير على الخطوره ديال الخط الامامي ديال الفريق النهضه البركانيه. بعض الاخطاء كانت ربما كانت تؤدي عليها ثمن كبير فريق النهضه البركانيه، ولكن هذيك الرقابه اللاصقه وعدم ترك اللاعب باريحيه باش ممكن انه يسجل الاصابات هي اللي خلات هذا الدفاع هذا يكون قوي وما يسجلش فريق الوداد البيضاوي. شفنا شيئا ما فريق الوداد افتقد اللياقه البدنيه شيئا ما في الخط الامامي بعد ما كان فريق البركاني كيضغط عليه بشكل كبير باش ما يخليش يفكر يلعب بالفكر ديالو ويلعب باريحيه. نعم، حنا كنشاهدوا يعني في الصور اكيد زحراف يعني شاهدنا يعني هناك كانوا يعني مجموعه من الحلول بالنسبه للفريقين، ضربات ثابته، مجموعه من الهجمات حتى الدقيقه كنظن الدقيقه هي طريقه استثمارها او طريقه يعني التعامل معها ما كانتش على نحو جيد بالنسبه للفريقين. اكيد هو هي دائما هذه الكره الثابته هي حلول بالنسبه للفرق وبالنسبه للمدربين على فيما يخص اللاعبين اللي هما متميزين، يا اما في الارتقاء يا اما فذكاء اللاعب وراء ظهر الخصم، فكتكون دائما هذه النقطه. هذه ممكن كتكون اصابه لو الكشاني تعامل معها بالرجل اليسرى كانت احسن فرصه. لكن كان الوداد كانت حتى التمريره البينيه كانت جيده بالنيه، التعامل ديال الكشاني كان خصو يكون بالرجل اليسرى باش ممكن انه يوسع الكره على الحارس، لكن التعامل خاطئ. كانت متابعه للحارس كان جيد جدا انما احيانا فريق الوداد بدا شفنا جمله تكتيكيه ممتازه، لكن تسديده يعني لكن بعيده بدون تركيز، تفكير النجم كان ممكن ان امداد الكره للجبور اللي هو في القائم الايسر كان ممكن تكون اصابه، لكن على العموم هي مقابله متحركه، مقابله اعطت الشيء الكثير. هي كانت متحركه، كانت الكره بسرعه تصل لمرميي الفريقين. تحدثت على اللاعب جيبور اللي كان يمكن كان يعني كانت تغطية جيدة من يوسف الترابي في مجموعة من المحاولات بالنسبة في مجموعة من الكرات اللي تمنحت للاعب جيبور. أكيد كانت أكيد هي كان شفنا جمل تكتيكية بالنسبة للوداد البيضاوي، كان ممكن أن لولا هذاك القوة البدنية ديال الدفاع ديال النهضة البركانية والتغطية الجيدة ديال الظهير الأيمن والأيسر أحيانا عمق الدفاع، فكلولا كانت ممكن تكون الإصابات في 45 دقيقة لولا بالنسبة للوداد. ولكن كان دائما النهضة البركانية بهذيك القوة ديالو البدنية بالتحول السريع كان ممكن يخلق المفاجأة ويسجل إصابة اللي ممكن تربك الحسابات ديال